تأثيرات العدوان على العاصمة طرابلس في تصاعد مستمر، فأعداد النازحين تزداد يوما بعد يوم. بلدية تاجوراء كانت وجهة لنحو 1850 أسرة فروا من مناطق الاشتباكات خوفا على حياتهم، ودفعتهم الظروف الصعبة إلى معاناة لم تكن في الحسبان. فأعضاء لجنة الأزمة والطوارئ بتاجوراء يصلون الليل بالنهار لتدارس الظروف القائمة. طبعا نتيجة الأحداث الجارية والاشتباكات حول مدينة طرابلس والهجوم عليها، مما اضطر بعض الأهالي في مواقع الاشتباكات النزوح من منازلهم، وكان المقصد مدينة تاجوراء. طبعا من ضمن حتى المناطق الاشتباكات محلة الوادي الغربي اللي هي ضمن الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء، حيث الآن أصبح عدد الأسر النازحة أو الذين تم استضافتهم به بلدية تاجوراء يتجاوز 2000 عائلة. طبعا معظمهم أو 60 أو 70% من أهالي مدينة تاجوراء القاطنين داخل بلدية تاجوراء في محلة وادي الغربي كما أشرت. حيث شكلت البلدية لجان أزمة وطوارئ في جبهة داخلية متكاثفة يقع على عاتقها التسكين والإيواء والدعم الغذائي، متمثلة في توزيع قرابة 3000 سلة غذائية تبرع بها أهل الخير من التجار وبعض الهيئات ولجنة الصليب الأحمر. نازح طبعا من منطقة زطارنا وادي ربيع، هذه المنطقة طبعا أصبحت منطقة عسكرية، منطقة اشتباكات، وتم نزوحنا من هذه المنطقة نظرا لخوفا على العائلات وعلى أنفسنا، يعني من الضرب ومن نتيجة هذه الاشتباكات. تم لجونا الآن جهة منطقة تاجوراء باعتبار أن منطقة تاجوراء أقرب منطقة لنا، والحمد لله بارك الله في الناس بذلت مجهود واستقبلت الناس نازحين وعائلات، الحمد لله في اللي قعدوا بالسبع عائلات مع بعضهم، يعني استقبلوهم خوتهم وقعدوا سبع عائلات وثمانية عائلات في حوش واحد وحضنوا بعضهم والحمد لله. ونشكر المجلس البلدي طبعا، حتى هو يعني البلدية قامت بمجهود بالإعانات والإغاثات لهؤلاء النازحين. العمل الخيري قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، بدءا من الأعراف التقليدية للمساعدة الذاتية إلى التجاوب الاجتماعي في أوقات الشدة ومجهودات الإغاثة إلى حل النزاعات والتخفيف من حدة المعاناة.